بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدي الكرام، التواصل يستمر والتحديات تستمر. ينطلق في هذه اللحظات الشوط السادس في المجموع المخصص للإبكار. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، لجميع الحاضرين. نبدأ مع الصدارة، نبدأ مع المركز الأول والصدارة الأولى، مع نجاح أحمد بن سالم بن عوي الشامسي، من يقدم النجاح بالمركز الأول. النقلة مع حلا سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي، قادم وواصل في ثاني المراكز وثالث المراكز. التسلل والقدوم من الزاوية الثانية، تابع هذا الحضور والتسلل من هذا الشعار الجميل. القادمة يقين أحمد بن حمد بن مبارك بالرقاش الشامسي، قادم في ثالث المراكز ورابع المراكز. الشهنية لقنون بن سعيد بن سلام الاكتبي، حاضر في ثالث في رابع الاسماء، بينما خامس الاسماء القدوم من ازعاج لعبد الله بن سلطان بن سعيد المثيمني، قادم في خامس الشعارات. بينما الدور مع سادس الاسماء، مع الحاكم محمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، واصل وحاضر في سادس المراكز. حاضر ابو غانم، الشعار الاقتصادي قادم مع الحاكمه. بينما سابع المراكز وصلت الاسماء، وصلت روعه لنشمي بن حمد بن متعب العامري في سابع الاسماء. بينما ثامن التحديات، الحضور والوصول من العاصمه لعبد عبد الرحمن بن سعيد الناصري، حاضر مع العاصمه. وتاسع الاسماء، الفار علي سالم بن محمد بن سالم بن احمد الوهيبي، وعاشر الاسماء المسك للوهيبي بن علي بن محمد القحافي. ولكن العودة مع الصدارة، العودة مع المركز الأول والصدارة الأولى لايحت 1200 يا متابعين يا مضمرين. ازعاج 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 على البداية. عبد الله بن سلطان بن سالم المثيمني يقدم لنا ازعاج، وابن عوي قادم وحاضر، قادم مع نجاح مع الكل. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يا مضمرين يا بن عوي. بدأ يقود هذه الأسماء مع نجاح 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 نجاح. من تقود هذه الأسماء؟ أحمد بن سالم بن عوي الشومسي، وصلت غادم أزعاج لعبد الله بن سلطان بن سالم المثيمني، وصل وصلت حلا 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 لسلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشومسي. قادم قادم، غير مع البداية، بدأ يقود هذه الأسماء مع حلا حلا. والشهنية قادمة لسعيد بن محمد بن سالم خاتم الحجري، قادم ولكن العودة مع الصدارة مع حلا 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 بالمركز الأول. سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي يقدم لنا حلا حلا بالصدارة، تقود هذه الأسماء في موقع الناموس. يقدمها سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي، والشهنية قادمة لقنون بن سعيد بن سلام الاكتبي. الله الله يا حلا، غادرت حلا غادرت حلا حلا لسلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي. سلام يا سلطان، سلام يا بن عميرة، سلام يا حلا، سلام. المركز الثاني الشهنية قنوب سعيد بن سلام الاكتبي، وثالث الاسماء
ثالث الشعارات رقم 18 وعلى نشمي بن حمد متعب العامري، ورابع الاسماء يقين لاحمد بن مبارك بن رغاش الشامس، وخامس الاسماء ازعاق لعبد الله بن سلطان بن سالم الامثي. من هكذا هي نتيجة توقيته 4:40. تهانينا والناموس لمالك حلا سلطان بن حمد المطبر نعميره الشامسي.